تنظم مؤسسة حياة كريمة عدة فعاليات لخدمة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة. وفي محافظة الإسماعيلية نظمت مؤسسة حياة كريمة فعالية فرحة العيد بتجهيز 10 عرائس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية. مؤسسة حياة كريمة طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفة لخدمة أهالينا الأولى بالرعاية في محافظات مصر المختلفة، ومن ضمن المحافظات دي محافظة الإسماعيلية اللي قامت فيها المؤسسة بتنظيم فعالية فرحة العيد لتجهيز 10 عرايس بالإضافة لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبية. الحقيقة كان يعني في جو يسود البهجة وردود فعل إيجابية من كافة المواطنين اللي حاضرين للفعالية، وساعدنا بيهم، ودايما إن شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين، من أهالينا من محافظة الإسماعيلية. نبدأ نعمل أبحاث عليهم في الأشد احتياجا، وبنعمل برنت تأميني وصور بطايق، وبنعمل مرة واثنين وثلاثة واتصالات لغاية ما بنشوف الأسرة اللي أشد احتياجا اللي احنا عاوزين نجهزها. احنا النهارده متواجدين في فعالية فرحة العيد المنوطة في تسليم أجهزة عرايس من جميع مراكز محافظة الإسماعيلية. فريقنا نزل الشوارع ودور على الأهالي الأكثر استحقاقا، وهم اللي وصلونا ليهم، وهم كانوا السبب إن احنا نعمل فعاليتنا النهارده. ووسط حفل بيسودوا الفرحة والبهجة بين المواطنين، تم تسليم المستفيدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف. أكتر من حوالي 10 عرايس استلموا حاجتهم النهاردة، كان طبعا المنظر جميل جدا. وإن شاء الله دي مش أول مرة، يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده، وفي لسه فعاليات كتيرة إن شاء الله جاية بإذن الله. وطبعا بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات، قدرنا إن احنا نوصل يعني للأكثر استحقاقا من القرى المختلفة هنا في الإسماعيلية. نشكر المبادرة التي ساعدت قامت بمساعدتنا مع زواج بنتي، فأنا لا أستطيع القيام بها، فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها إن شاء الله. يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت، اللي أصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي ليهم.